Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir la correction de contrôle numéro 1 semestre 1. إذن في إطار استعداد لفروض مادة المعلوميات بالنسبة لجدع مشترك نشوفوا نموذج الفرض الأول الدورة الأولى لمادة المعلوميات بالنسبة لترون كومان وهذا يعني هذا الامتحان كيخص جينيراليتي سور لو سيستيم انفورماتيك يعني الموديول 1. قبل ما نبداو بالنسبه للدروس ديال هذا الموديول كاملين كاينين في القناه ممكن تشوفوهم بلاي ليست ديال كور انفورماتيك اي كونترول نموذج على شكل بي دي اف غنخلي لكم في الوصف باش تحملوا النموذج اذا نبداو الاسئله مع الشرح كيسيون 1 دون سو تابلو كوشي لي كاز ابروبريي بور شاك لوجيسييل اذا هنا عندنا بالنسبه للبارتي لوجيسييل فيها دو فيها لوجيسييل دابليكاسيون اي لوجيسييل دو باز عند لوجيسييل دابليكاسيون جميع لي بروغرام لي كنستعملو بوغ رياليزي واحد لا تاج كتسمى لوجيسييل دابليكاسيون وبالنسبه لوجيسييل دو باز هو البروغرام ديالاش ديال السيستيم بور فونكسيوني لورديناتور دان بالنسبه عند ويندوز اكس بي اذا ويندوز اكس بي سي ان سيستيم ديكسبلوطاسيون اذا سي بروغرام دو سيستيم اذا سي ان لوجيسييل دو كوا سي ان لوجيسييل دو كوا دو باز اذا غنمشيو بالنسبه الفايرفوكس اذا موزيلا فايرفوكس كنستعملوها باش كنافيغيو في الانترنت فايرفوكس اذا سي ان لوجيسييل دابليكاسيون اذا شنو كنعني بلوجيسييل دابليكاسيون اي حاجه اي لوجيسييل كنستعملوه باش كنخدمو به شي حاجه اما نكتبو اما نرسمو اما ندخل الانترنت اما نتريتيو تيكست اما نتريتيو فيديو اكسيتيرا مايكروسوفت وورد هو لوجيسييل الكتابه ديال تريتمون دو تيكست اذا كنعدلو به واحد لاطاج اذا كيتسمى لوجيسييل دابليكاسيون مايكروسوفت ووربوينت هاد مايكروسوفت ووربوينت كنخدمو به باش كنقادو لي بريزونطاسيون اوكي اذا سي ان لوجيسييل دابليكاسيون اذا هو ماشي ديال سيستيم اذا كنخدمو به شي حاجه يعني بوغ مثلا فير دي بريزونطاسيون بوغ فير دي اكسبوزي اذا سي ان لوجيسييل دابليكاسيون انترنت اكسبلورر اذا بحال جوجل كروم وموزيلا هادو سو سون دي لوجيسييل بوغ نافيغي دون الانترنت اذا سي ان لوجيسييل دابليكاسيون نمشيو لاندرويد الوغ قلنا اي لوجيسييل دو سيستيم بحال ويندوز بحال اندرويد اشنو كيتسمى كيتسمى لوجيسييل دو باز هاد لوجيسييل دو باز اما كانش عندنا في لورديناتور او مثلا في التليفون بحال اندرويد هادوك اللوجيسييل ما يمكنش يعني هذاك التليفون يعني هذاك الماتيريال ولا هذاك لورديناتور ما يمكنش يديماري تري بيان اذا نمشيو السؤال الثاني كومبليتي لو تابلو سويفون اذا عندنا بيريفيريك نحددو تيب دو بيريفيريك واش اونطري ولا سورتي ولا اونطري سورتي ولا ستوكاج نحددو لا فونكسيون ديالو اشنو كنخدمو به تري بيان هنا نمشيو دابا لا فونكسيون سيزير دو تيكست دي شيفر دي كوموند اذا باش كنكتبو في لورديناتور اون اوتيليز كوا اون اوتيليز كلافي اذا هنا غنكتبو كلا كلافي تري بيان اذا بالنسبه للكلافي كيدخلنا المعلومه يعني كندخلو به سيزير اذا اشنو غيتسمى entrée يعني بيريفيك حيت ديجا عندنا مكتوبه بيريفيك غنسميو بيريفيك دونتري اذا هنا بيريفيك دون دونتري اذا سي تان يعني كنكتبو به كندخلو به لي تيكست اذا سي تان بيريفيك دون دونتري امبريمونت امبريمونت كنخرجو بها لي دوكيمون الوغ شنو غنسميوها بيريفيك دو سورتي اذا ممكن نعملو بي اوكي دو سورتي ولا نكتبو اوكي دو سورتي الوغ تيب يعني دو سورتي اذا اما تيب دو بيريفيك اونتري سورتي إذا بلا ما نعملو لذا مباشرة هنا غنكتبو أونطخي يعني سا فو ديغ بيفيك دونطخي ولا بيفيك دو تيب دو بيفيك دونطخي أوكي بيفيك دو دو سورتي إذا كنخرجو بيه المعلومة يعني لامبريمونت كنستعملوها باش كنخرجو بها مادا كنخرجو بها لي دوكيمون إذا أمبريمي أوكي لي دوكيمون سوغ لو بابيي إذا أمبريمي لي دوكيمون إي لي زيماج يعني ممكن نخرجو بها لي دوكيمون كذلك تصاور et les images ok sur le papier et les i et les images ممكن كتافيو غير بهاد الكتابة et les images sur papier اذا هنا بالنسبه للامبريمونت نمشيو autre périphérique هنايا عندنا la transmission de son اذا هنا غنقولو sortir de son هاد la transmission de son راه كنعملو par soit satellite par wifi par bluetooth etc مي هنا وهنا يمكن كيقصدو هنا la transmission de son يعني pour communiquer اذا هنا غنكتبو الكاسك ميكرو الوغ كاسك ميكرو هو اللي كان اوكي كاسك ميكرو هنا بالنسبه للكاسك ميكرو هو اونطري سورتي اذا بجوج كيدخل الصوت وكيخرج الصوت اذا غنسمي بيفيك دونطري سورتي اذا غنمشيو كلو اس بي
إذن كل يس بيش نو كاملنا ستوكاج كي خزننا المعلومة إذن تيب دو بيريفيريك ستوكاج إذن شنو كنعملو بهاد البيريفيريك إذن بيرمي دو ستوكي لي زانفورماسيون أو دو ميموريزي لي زانفورماسيون إذن بيرمي دو ستوكي كوا دو ستوكي لي زانفورماسيون يعني كيمكننا باش نخزنو المعلومة هو بيريفيريك دو كوا بيريفيريك دو ستو دو ستوكاج إذن هنا سالينا التمرين إذن عمشو التمرين الثالث Et utilisez les mots de la liste suivante pour compléter okay, la définition de système informatique. Et donc, on a une liste de mots. Et donc, un système de quoi? Et donc, on a un système informatique. Et donc, un système informatique. C'est le tarif du système informatique. Et donc, le système informatique, comment est-ce qu'il se trouve? Et donc, le système informatique, qui se trouve? Le matériel et le logiciel. Et donc, est un ensemble de quoi? Est un ensemble de... matériel, est un ensemble de matériel, ok, et de quoi aussi, et de logiciel. Et donc, quand nous avons le système informatique, nous avons le matériel au logiciel, et de logiciel, destiné à faire quoi, et de logiciel, et donc, nous avons le farag, destiné à réaliser. Et donc, nous avons réalisé quoi, des tâches. Et donc, nous avons des tâches. Ok, mettons en jeu quoi? Le traitement automatique des informations. Le traitement okay, automatique des informations. Et donc, on a un système qui a été fait. Et donc, on a traité les informations. Ok, on a une information pour transmettre l'information, aussi pour conserver l'information. Et donc, de quoi? De l'information. Et donc, on a un tarif du système info. Informatique. Et dans le système informatique, il y a ce qui est le matériel ou le logiciel. Et dans le système informatique, c'est un ensemble de quoi? Matériel et logiciel. C'est un ensemble de matériel et logiciel destiné à réaliser des tâches mettant en jeu le traitement automatique de l'info, de l'information. De l'information. Très bien. Et dans la d'abord, question suivante. Et donc, on a encadré l'intrus dans les groupes suivants. Et donc, l'intrus, il y a le kalima d'arila. Et donc, on a clavier, souris, scanner, écran. Et donc, on a le clavier ou souris ou scanner ou écran. Et donc, ce sont des périphériques. Le clavier ou souris ou scanner, ce sont des périphériques d'entrée. Écran, c'est un périphérique de saut, de sortie. Et donc, le kalima d'arila, il y a un il y a quoi? Il y a... اللي داخل عليهم هي ايكران لان ايكران سي كوا سي تان بيريفيريك دو دونتري اذا هنا قال لك اونكادري اذا غنحاولوا اونكادريو اذا بالنسبه هنا بالنسبه للايكران هي الكلمه الداخله نمشيو لا ليست الثانيه عندنا امبريمونت مونيتور مانيت او بارلور هنا كيقصدوا مانيت دو جو اذا امبريمونت مونيتور هي ايكران Haut-parleur, il y a un périphérique de sortie. Manette de jeu, il y a un périphérique d'entrée, et il y a un kalima d'arila, et il y a un chitbo aléa. Et il y a un kalima d'arila qui est un chouahdim chabib, ok, ou un kalima qui est un chabib, il y a un chabib qui est un chabib. Manette de jeu, il y a entrée, ou un kamlin sortie, et il y a un chitbo aléa, et il y a une manette de jeu. Et il y a un chou la liste tania. Celta, webcam, clé USB, CD-ROM, disque dur. Et donc, on a clé USB ou CD-ROM ou disque dur, périphérique de quoi? De stockage. Ou le webcam, c'est un périphérique d'entrée. Et donc, il y a un encadré ou la douleur, etc. Et donc, on a, بالنسبة, le webcam, il y a le kalima, les khasna, n'aimlou fiha cadre, il y a le kalima d'akhila. Ok, mon kit, on a encadré comme ça, ou là, et donc, encadré, c'est mieux comme ça. Et donc, on a, بالنسبة, l'encadré. إذن هنا حاولنا أن نصطبو على الكلمات الداخلة بالنسبة لكل ليست. إذن عمشو دابا سؤال خامس اللي فيه convertir les nombres suivants à la base décimale. Attention, la méthode est obligatoire. إذن هنا قالك عتحول من البينير للديسيمال ولكن خاصك يعني الطريقة باش لقيتي أوكي هاد العدد. إذن هنا بالنسبة للطريقة اللي كنخدمو بها هنايا هي الطريقة ديال تفكيك العدد إذن هنا شنو عندنا إذن هنا عندنا واحد 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 إذن هنا عندنا واحد واحد أبدينا من الوحدات عندنا 0 1 2 إذن كناخد كنبدا واحد
كيفاش اذا واحد في جوج اس اثنان، يعني عندنا المئات والعشرات والالاف. اذا هنا ما عندناش، عندنا غير الوحدات والعشرات والمئات عند اس اثنان، واحد الاولى في جوج اس اثنان زائد واحد الثانيه في جوج اس واحد زائد واحد في جوج اس صفر. اذا باش نحسب سهل كنبدأ من الوحدات، عندي الوحدات يعني اس صفر، كنبدأ هنا من صفر واحد جوج وكنبدا. اذا هاد واحد في جوج اس اثنان زائد واحد في جوج اس واحد زائد واحد في جوج اس صفر، وصافي ما كنسالي، كنبدا الحساب ديالي عادي. اذا هنا بالنسبه جوج اس جوج أربعة في واحد أربعة، جوج اس واحد جوج في واحد جوج، جوج اس صفر هي واحد في واحد هي واحد. اذا أربعة زائد جوج زائد ستة شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا سبعة. اذا هنا النتيجة شحال كتساوي لنا؟ اذا 111 بالبينار كتساوي سبعة بياش بالديسيمال. تخي بيان، نمشيو للعدد الثاني بنفس الطريقة غنخدمو. اذا باش كتجيني سهلة كنحسب، كنبدا كنحسب من الوحدات. اذا الوحدات كنعتبرها صفر صفر واحد جوج ثلاثة أربعة، ونبدا واحد في جوج أس أربعة زائد صفر في جوج أس ثلاثة زائد واحد في جوج أس اثنان زائد واحد في جوج أس واحد زائد صفر في جوج أس صفر. إذا ما كنسالي كنحسب عادي، يعني ممكن نحسب كالكولاتريس وكنبدا. إذا عندنا هنا بالنسبة جوج أس أربعة، إذا نحسبوها، إذا جوج أس أربعة هي ستاش، إذا جوج أربعة جوج أربعة أربعة ثمانية ستاش زائد صفر، إذا هنا أي حاجة ضربنا في صفر هي صفر، جوج أس ثلاثة صفر زائد جوج أس جوج أربعة في واحد هي أربعة، جوج أس واحد هي جوج في واحد جوج زائد صفر، هنايا في جوج أس صفر هي صفر. من بعد كنحسبو المجموع، إذا بالنسبة للمجموع عندنا هو 22، ونكتبو النتيجة باش بالديسيمال. هذه طريقة سهلة. إذا دابا غنمشيو عدد آخر، عندنا إذا واحد 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 زيرو واحد. إذا بنفس الطريقة كنحسب دائما من الوحدات، عندنا صفر واحد جوج ثلاثة أربعة. إذا واحد جوج أس أربعة زائد واحد جوج أس ثلاثة زائد واحد جوج أس اثنان زائد صفر جوج أس واحد زائد واحد جوج أس صفر. إذا بعدا كنحسبو أبخي طريقة عادية. إذا عندنا جوج أس أربعة في واحد ستاش، جوج أس ثلاثة هي ثمانية في واحد ثمانية، جوج أس جوج أربعة في واحد هي أربعة، جوج أس واحد هي جوج ولكن في صفر دائما صفر، وواحد جوج أس صفر جوج أس صفر واحد في واحد هي واحد. من بعد كنزل هنا المجموع ديالنا النتيجة، إذا هي 29، ونجي نكتب هنا النتيجة حيت هنا مطلوب منك الطريقة. إذا هنا إذا هاد العدد كيساوي 29 بلا باز ديسيمال. نمشيو السؤال الموالي، هنا العكس كونفيرتيغ لي نوم سويفونت على باز بينار. إذا هنا عندنا العدد بالديسيمال وحنا غنحولو لبينار. إذا غنشوفو الطريقة، لأن الأستاذ عليك تقول لك كتب الطريقة في ظهر الورقة ومن بعد كتب لي النتيجة. إذا عندي هنا غناخد 127، عندي 127 كنبقى نعمل تقسيم متتالي لإثنان حتى كنحصل في الخارج على صفر وكنوقف إذا عمل القسمة ديالي. إذا 127 على جوج كتساوي 63، 63 شحال باقي عندي؟ واحد. إذا هنا باش يكون سهلة، إذا الباقي كيكون إما صفر ولا واحد، كان عندي الباقي كنزل واحد، كان عندي ما كاينش الباقي مثلا حصلت على 63 فاصله، اذا هنا بحال 63 ونص، اذا عندي الباقي اذا كنزل واحد، حصلت على ما حصلتش على الباقي كنزل صفر. اذا 63 غيس ا، ناخذ 63 ونقسم عاوتاني على جوج غتعطيني 31، اذا غيس واحد لان عندي الباقي. كناخذ هاد 31 كنعمل تقسيم اثنان شحال كتعطيني 15، وعندي الباقي اذا كنعمل غيس واحد، 15 على جوج سبعة، عندي الباقي كنزل واحد. إذا بالنسبة سبعة على جوج ثلاثة تقسيم واحد، إذا كنبقى نكمل التقسيم ديالي، إذا نكملو. إذا بالنسبة 15 تقسيم اثنان سبعة غيس أ، ناخد سبعة ونقسم على جوج غتعطيني ثلاثة غيس أ، ناخد ثلاثة كذلك نقسم على جوج غتعطيني واحد غيس أ، واحد على جوج صفر غيس أ. إذا كنجي نقرا النتيجة ما كنقراش من فوق لتحت، واخا كيبان لك أنا كلشي واحد ولكن كنبدا من تحت للفوق. إذا هذه هي النتيجة، ناخدو النتيجة ونكتبوها في المطلوبة منا. إذا بالنسبة للجواب، إذا ضروري تعملو الطريقة يعني بور جيستيفي، إذا نكتبو النتيجة في الخانة المناسبة ديال النتيجة. إذا بنفس الطريقة غنمشيو دابا 128، إذا الطريقة أني كنبقى نقسم على جوج يعني الخارج حتى كنحصل في الخارج على زيرو. إذا هاد لابارتي لي فيها الخارج مكتهمنيش، يعني كنخدم بطريقة عادية ديال الديسيمال، ولكن البينار هنايا في الغيس في الباقي كيكون عندي إما زيرو ولا الأن، يعني كنخدم سيستم بينار.
اذا باش يجيكم ساهل، كان عندي الباقي كنزل واحد، ما كانش عندي الباقي كنزل زيرو. اذا من 128 مقسم على 2 غتعطيني 64، شحال غيبقى لي؟ زيرو. بالعكس هنايا عندي 63 فاصلة، كنعمل غير ا. اذا ناقص صفر ناخذ 64 نعمل تقسيم 2 غتعطيني 32 غير زيرو، 32 غناخذها تقسيم 2 16 غير زيرو، 16 على 2 8 غير زيرو، وانا ماشي 8 غناخذها كذلك نعاود نقسم على 2 4 غير زيرو، ناخذ 4 ونعمل تقسيم 2 2 غير زيرو، 2 على 2 1 غير زيرو، وبقى لي 1 على 2 زيرو غير ا. ديما ردوا هنايا غيكون عندكم دائما في الخط صفر وغير ا. اذا غنجي من عند جي نقرا، ما نقراش من فوق لتحت، نقرا هنا فين عامله لكم السهم من تحت الفوق، ونكتب النتيجه ديالي اللي غناخذها ونعملها كوبي اوكي وتكتبوها في الخانه. اذا ضروري تعملوا جوستيفيكاسيون. ونجي نكتب هنا النتيجه اللي حصلت عليها. اذا الطريقه واضحه كيفاش نحول من البينير ديسيمال ومن الديسيمال البينير. اذا دابا نمشيو للسؤال 7. كومبليتي لو شيما سي دي سو اون انديكون لي برينسيپو كومبوزون دان سيستيم انفورماتيك. اذا نكملوا هاد الخطاطا. اذا سيستيم انفورماتيك منين كيتكون؟ كيتكون من لوجيسيال وماتيريال. اذا عطينا هنا البيوس، البيوس هو لوجيسيال. اذا نكتبوا لوجيسيال وعنكتبوا في البارتي الثانيه عنكتبوا ماتيريال اوكي. اذا هنا عندنا لوجيسيال وهنا عندنا ما ماتيريال. اذا لوجيسيال ماتيريال. اذا شنو عندنا بالنسبه هنايا لوجيسيال منين كيتكون؟ اذا هنا لوجيسيال، لوجيسيال منين كيتكون؟ هنا عندنا البيوس وهنا عندنا سيستيم ديكسبلوطاسيون. اذا هنا كنهضروا على لوجيسيال دو كوا، لوجيسيال دو باز، لوجيسيال دو باز. اذا هنا بارتي الثانيه شنو عندنا؟ لوجيسيال دو كوا، لوجيسيال دابليكاسيون، لوجيسيال دابليكاسيون، لوجيسيال دابليكاسيون. اذا عندنا لوجيسيال دو باز ولوجيسيال دابليكاسيون. اذا بالنسبه للوجيسيال دو باز فيه البيوس وفي سيستيم ديكسبلوطاسيون بحال ويندوز بحال اندرويد. اذا عندنا سيستيم ديكسبلوطاسيون، اذا كوم اندرويد اي ويندوز، اذا سيستيم ديكسبلوطاسيون. اذا غنمشيو بالنسبه دابا البارتي اللي كتعلق بالماتي بالماتيريال. اذا الماتيريال اشنو فيه؟ هنا عندنا اونتري سورتي اكسيتيرا. اذا هنا كنهضروا على بيري بيريفيريك. اذا بي ري في ريك. اذا بيريفيك اشنو فيهم؟ بيريفيك فيهم اونتري اللي عطينا سورتي، اذا اونتري اوكي سورتي، اذا ستوكاج عطينا 4، اذا ستوكاج وعندنا اذا هنا ستوكاج و اونتري سورتي. اذا اونتري سورتي كاين 4 تيب دو بيريفيك. هنا عندنا اونتري سورتي، اذا اونتري سورتي. تري بيان. اذا هنا بالنسبه للماتيريال عندنا كتكون بيريفيك وشنو؟ يونيتي سون سنترال، يونيتي سون سنترال. اذا سالينا الخطاطه. اذا يونيتي سون سنترال. اذا باش يبان لكم هنايا اذا يونيتي سنترال. اذا كبروا هاد اونتري سورتي باش تبان لكم. اذا عندنا بالنسبه يونيتي سنترال وعندنا هنا ستوكاج. اذا غنمشيو دابا الخطاطه اوكي المواليه. اذا نمسو هادي. الو بالنسبه للسيستيم ديكسبلوطاسيون عندنا ستوكاج، عندنا اونتري سورتي. اذا هنا بالنسبه للانفورماتيك، انفورماتيك هي سي تامو كومبوزي منش كتكون دو مو. الاولى سي كوا؟ انفو اللي هي انفورماسيون اوكي انفورماسيون، والثانيه كوا هي اوتوماتيك. اذا ماتيك. اذا عندنا هنا اوتو اوتوماتيك. اذا هنا اوتو اوتوماتيك اوتوماتيك. اذا هنا يكتبوا انفورماسيون. اذا بالنسبه للانفورماسيون او اوتو اوتوماتيك. اذا انفورماسيون اي اوتو اوتوماتيك. عندنا انفورماسيون اي اوتو اوتوماتيك. اكتبوا هنا اوتوماتيك. اذا سي ان مو كومبوزي اللي كتكون من انفورماسيون اوتوماتيك. نمشيو ميموار سنترال. اذا بالنسبه للميموار سنترال منين كتكون؟ اذا ميموار سنترال كتكون من الغام والغوم اوكي، الغام والغوم. اذا بالنسبه للميموار سنترال. اذا بهذا نكونوا سالينا اذا هاد الصحيح ديال هاد الامتحان. نتمنى نكون فتكم. إذن شكرا وإلى اللقاء.